وأكمل بأبي وأمي حتى قابل القوة المراد على نهر الحلقم، وكان زعيمهم عمرو بن الحجاج الزبيدي لعنة الله عليه. وفي العباس جاء هؤلاء القوم المرد أموالهم وقال: يا قوم أنتم كفر أم مسلمون؟ أهل يجوز في مذهبكم أن يموت الحسين ورأى الرسول الله ظهر؟ وهذا ماء الفرات تزرع فيه الكلاب والخنازير، تشرب منه اليهود والنصارى، ونحن رسول الله محرومون منه. فالتفت عمرو بن الحجاج الزهيد لعنة الله عليه ما أشد قساوته، قال: يا ابن علي قل لأخيك حسين، والله لو كان كلما على وجه الأرض مما وحتى أهلنا ما سقيناكم منه جرعة واحدة، أو تموت حبشا أو تنزلوا على حكم الأمير يزيد بن معاوية. ليش بتباعوا تستريحوا تريحون من هالبلد؟ لما سمع العباس لاحظ عرف الهاشم بين عينيه بعدما غضب وزمجر وقد انتم بقوتكم تمنعوني عن وزن الماء وانا ابن علي، ثم صدم الجيش صدمه واخذ يضربهم بالسيف قدما قدما حتى قال الامير بن قائل: والله لما شد العباس علينا ظننا انها صواعق نزلت علينا من السماء، فلم نر الا الخير وقد تجسدت بعضها فوق بعض، والرجال تنهزم من بين يدي يدق بعضهم بعضا، واكثر الابطال يموتون من صوت الحفاظ وهو يزور ويقول: انا الذي اعرف عند الزمجره ابن عمي المسمى حيدرا، فاثبت اليوم لنا يا كفر بعشره الحمد وال البقره حتى كشفهم عن المشرعه واقتحمها بابي وامي. شلون حال الزمن؟ ومن عندهم ما طلب رخصه من الحسين، فوجع الاعداد بهليل العريم وابقى لسار الحرب فوق اليمين، ورد نفسه على الجمهور وشالها، فرت الاول هشام بن سعد كالسحاب اجعلوا للافق سد، البرج ليش اكبر صوت الرعد، مضرت الهامات بالثوبانها، مضرت الهامات بالثوبان السيف، وطوت الرايات من بعد الرسول، غدت تتراجف وهب كلة الصيف حيث بيد الباي حبا جالها. بيد اجال الاعادي والحدث، اش ما تشوف اضروب اضروب الشدر، نكف وجههم وهم 400 وحضرين في المشرع الكل جالها. حضرين المشرع زاد العزه، وينزلها البلغ ويمنح حدا. يقول حيدر على الكون معوده، وين ما تغزي النصر جبران. نزل ابو فارس، نزل من نومس عليهم بالغلو، لكن من العبد تنفح ملكهم، غرق بيد الماي، غرق بيد الماي وانوى نشيم، ذات ذكر جالت لابو سجنه. رجال اجرب سجل اشعال اسلام ورجلان اجرب وقويا سيء العرشان او سجلان وطفال رضوان ومرجل من عريس الشاب نيران يا ميت الباي بعد الحلو هذا الماء للجفا والحياة، هذا الماء للجفا والحياة،
ربما وعلى بيده ليشرب فرمينا من يده وقال يا نفس من بعد الحسين قومي وبعده لا كنت ان تكوني هذا حسين شارب البنون وتشربين بارد المعين هيهات هيهات ما هذا في عالمي الموقف بالذات لا ننسى للحبات من الحياة كل من يذكر بس يذكر هالموقف الحسين لما يذكر العباس يذكر موقف بالمجرعة وقل الذين لما يذكر العباس يذكر موقف بالمجرعة الحسين لما يذكر يقول ربا جنار وابنى العبشاء قل ربا من عليه يقول ربا جنار وابنى العبشاء ترجمة حبة الجهاد بنصر إيراد